الثاني من ديسمبر من عام 1869 توفي الشيخ محي الدين ابن الشيخ القحطاني، هو أحد أهم القضاة السنيين في حكومتي السيد سعيد بن سلطان وابنه ماجد بن سعيد في زنجبار، حيث كان القضاة هناك من المذهبين الإباضي والسني. أنشأ الشيخ محي الدين مدارس القرآن الكريم في زنجبار وبيمبا، واعتمد عليه السيد سعيد في التفاوض مع بعض القبائل الإفريقية، وقد ساعده السيد ماجد في بناء مسجده في مالندي. أشهر كتبه تاريخ كلوة، وله كتاب في الصرف قام بتدريسه في ساحة الكعبة المشرفة بمكة المكرمة، وله مؤلفات أخرى. الثاني من ديسمبر من عام 1888 فرض الإنجليز والألمان حصاراً على ساحل زنجبار، منعاً لوصول السلاح إلى الثوار المناوئين لهم بقيادة بشير الحارثي والزعيم الإفريقي بوناهيري، وذلك في عهد السلطان خليفة بن سعيد بن سلطان، ولم يرفع الحصار إلا في أكتوبر من العام التالي. الثاني من ديسمبر من عام 1920 أغلقت القنصلية الفرنسية في مسقط، وسلمت مهامها إلى قنصل فرنسا في بومبي لأسباب تعود إلى الحرب العالمية الأولى وانشغال فرنسا وابتعادها عن مسقط التي أصبحت حليفة لبريطانيا، وتقلص مصالح فرنسا في عمان التي لم يبقى فيها سوى 4 أو 5 مراكب شراعية في صور تحمل العلم الفرنسي. الثاني من ديسمبر من عام 1998 توفي الشاعر والقاص محمود بن محمد بن سالم الخصيبي، المولود في سمائل عام 1927، درس في السعيدية بمسقط وعمل مترجماً، وسافر إلى عدد من الدول منها الهند وباكستان، ثم إلى البحرين التي عمل فيها مترجماً، فالكويت عمل فيها مدرساً، وعاد إلى عمان بعد 23 عاماً عندما تولى جلالة السلطان قابوس الحكم في البلاد، وعمل في وزارة التربية والتعليم وفي وزارة الإعلام. جمع الخصيبي بين الشعر والقصة والمقال الأدبي والمقامة، وترك 4 دواوين شعرية هي قيثارة حب وصوت الناي وإليها وأوراق من شجرة المجد، إضافة إلى مجموعة قصصية بعنوان قلب للبيع صدرت عام 1983. الثاني من ديسمبر من عام 2008 تم برعاية السيد شهاب بن طارق آل سعيد مستشار جلالة السلطان تدشين مشروع عمان للإبحار، أحد المشاريع السياحية الرياضية الكبيرة بإشراف وزارة السياحة، بهدف الترويج السياحي للسلطنة عبر الفعاليات الرياضية من خلال تنمية وتدريب فريق أساسي من البحارة العمانيين ليمثل السلطنة في الأحداث الرئيسية للإبحار داخل وخارج السلطنة.